الرجيم. لا لا، انا فكيت الريق مع ابوك العبيد. امشي انت افطر، وبالمره كلم مع خالتك مريم جيب لنا منها القهوه. وانتو ها كمان امشي برضو افطروا، امشي فيكم الريق. يا جرح. ايوه بيت الشيخ وين؟ شيخ احمد ولا شيخ عبد الرحمن؟ شيخ الخلوه. شيخ الخلوه ابقى على المنزل، انا نادي لكم. حاول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا حبابكم عشرة. مرحبا السلام. تفضلوا تفضلوا. مرحبا حبابكم عشرة. الله يبارك فيك حبابك. ان شاء الله البلد ترحب بكم. مرحبا. اها ضيفان ولا مسافرين ولا تايهين؟ ضيفان ان شاء الله. مرحبا مرحبا حبابكم. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. مرحبا. جيناكم زائرين ومن هنا مسافرين لدار السافر. قال لي دار جعل ولا دار الشايقية. مرحب بكم. الدار داركم. اي ان شاء الله ترحب بكم. ربنا يهدي خطواتكم. امين. الله يبارك. اي الله يبارك. قوموا على الطعام. الا مين؟ بس اللون يدين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هتفضلوا على الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا بمشي. نعم. بجيكم بعدين، بمشي معاكم نصلي الظهر في الجامع ان شاء الله. خير في عائد الله. خير ان شاء الله. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله يا رب. الله انت الشيخ عبد الرحمن؟ لا لا، انا حواره ابو العبيد الطاهر. دفعني له عشان اتعلم القران واساعده. أصل شيخ عبد الرحمن ما عنده جنة من صلبه. مرته حية ولا متوفية؟ مرته خالتي مريم حية وعايشة معاه. ليهم جنة. يعني المعنى شيخ عبد الرحمن رجل خالتك؟ لما خالتي لزم. لكن ما عرفتها بقول لها خالتي مريم. انت عارف هالشيخ؟ والله ازاي اذا باقين راس هو او شو سويت معه؟ انا بسكت والله يا عم. ده كازين هذا الواحد في السلام عليكم. عليكم السلام. لا يا شيخ عبد الرحمن. لا حبابك كيفينك؟ قبلكم قبلكم حبابك يا شيخ. حبابك ابقى قدام يا شيخ. بارك الله فيك. اقعد اقعد ان شاء الله كويسين. بارك الله فيك. جلسه في الحرم ان شاء الله.
تستعمي بالمحايا دي؟ قوم ركبك. سلامتك يا ابو يوتاني. وتاني شنو؟ كتافيك. كتافيك. سلامتك سلامتك. ان شاء الله ربنا يعجل الشفاء ان شاء الله. حاج حسن، الركب تعباك؟ الركب دي والكتفين. ما شاء الله، ما الكبر. الرطوبة ولحم البقر والشطة. قوم يا العبيد، قوم اشرب المويه دي بتنفع. بشيشك يا جن على ابوك. ان شاء الله ربنا يجعل لك فيه الشفاء. امين امين يا رب العالمين. يديك العافيه. قالوا يا شيخ عبد الرحمن الحله نزل فيها فكيه يداوي المرضان ويطب المجنون. نعلك ما بتدورنا نوديك لو يعالجك من الورده. انا ابو الباكر كان ما بقى طيب، بسوقه ديو لسبتاليه في الخرطوم بحري. لسبتاله؟ نحن وقت الله جاب لنا الفرج لحد عندنا. ما نجرب الشيخه بطاقيه زي ما قالوا، الارض جربت الحجر. يا عم الزاكي، الزول يجرب في كل شيء الا صحته وعافيته، ديل ما فيه اللعب. افو ليه؟ ده كلام شنو يا العبيد ود الطاهر؟ يا شيخ عبد الرحمن، نحن رجال كبار وعراض وبيدقونا نقوم ونقع في شان صالح الناس، وليه تكون مرقوا لنا لعب في لعب؟ انا ما قلت كده يا عم الزاكي. اسكت سكت حسك. الله كبرت يا اللمين، كبرت وبقيت ترد عليك وبارك. يا شيخ الزاكي، الجنة ما غلط عليك، ما في داعي للزعل. يعني المعنى بتحامي لي وليدك، لكن انا غلطان جيت اكفر ليك وبشرك بالشيخ ابو طاقية عشان يعالجك ويداويك. غلطان والله وصاف في التراب. اقعد يا شيخ الزاكي، صلي على النبي يا اخي، اللي بيسوي الله بتبقى. اقعد. لا يا شيخ عبد الرحمن، انا مالي قعد بعد ده. وقت العبيد ود الطاهر بقى يدافع على اولاده وفوق بيته، لكن صح خلى داره انقل مقداره. ابو الشيخ، انا غلطت؟ حاشاك يا المبروك حاشاك. انت يا مكشف العيان ويا البنك المجعان ويا بيد النهبه يا الدعوه الصادقه. اسمك منو؟ فاتور بنت الفحل. البلد اللي تقول طلقوا فيها نار ابويا الشيخ، الخلوق انكسرت على المنزله. كايسين تدوي العلاج عند الشيخ ادريس ابو طاقيه. المداوي رب العالمين، هو الشافي وهو الكافي. لكن تقول الحله دي جت صبحت بين يوم وليله، كلها مرضانا. ما كلهم جايبون المرض، في ناس جايبه الفضول، جايين يشوفوا الحاصل شنو ويعرفوا الحاصل شنو. حسي في الباقي ليك يا شيخنا، الشيخ ادريس ابو طاقيه ده صح عنده سر العافيه؟ علم عند سيده الله العليم. هاي لكن يا شيخنا علمي، لا تنشغل بجنس الكلام ده. راح علي ابوك العبيد نمسي عليه ونشوفه. قوم راح سامح يا شيخ. الله بسمح. يا الله، انا اللي قدامك دي والله يعني خلعه وقبال ما ادخل عليه وسامح.
الساعة. البنية دي قاعدة براها هنا لا أمها ولا أبوها. يا أبوي الدنيا ماشية في تقدم ولسه شوفوا نسمع. عمي العبيد كيف حالك؟ حبابي سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. كلميني ازيك؟ اهلا. اتفضلوا ادخلوا. يا لطيف. ازيك يا حاج؟ حبابك. مالك كفارة؟ كفر الله سيئاتك. لك ايش نفسك؟ الله يا ولدي بطني وجعاني وظهري وجسمي ده كله لا بنوم بالليل ولا بنوم بالنهار. ايوه ده ارقد لي كويس كده عشان اكشف عليك. يا لطيف بسم الله. الله يا لطيف يا لطيف. الله السلام عليك. مرحبا. عايزين واحد قريبك ولا حي مستنيك في برا. حاضر. شكرا. الله يسلمك. سلامات. الله يبارك. ان شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الاهل والعقاب ان شاء الله طيبين. طيبين الله يسلمك ويعافيك. شقه عجيبه لعن ما في عوجه ولا جبت السوق زي عوايدك؟ لا لا جبنا ابو العبيد من البدانيه باقي متحسس شويه لكن هسي الحمد لله بقى طيب. ربنا يكتب سلامته ان شاء الله. الله يسلمك. ما قالوا نزل عندكم فكير وبن مويه مالكم ما وديتوا ليهم؟ لا لا باقي خالك العبيد مرضه حق دكاتره ما هو مرض فقر. بس حالتي قلت ماشي اخذ لي اجازه انزل بيها البلد منها اسلم ومنها اشوف الفكي حقكم ده كان القليبه صار الوجع على راس الغلبني ده. ابابك عشره انت بس تعال والبسوي الله اتبقى. السلام عليكم. مرحبا طه. كيف حالك؟ سلم على اليمين واتخان. السلام عليكم. عليكم السلام يا طه. الله يسلمك. السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. شرفت. اسمع الليله سياسيه كبرى ما تنسى في نادي الخريجين من درمان. ايوه ان شاء الله. انا ماشي وراك. السلام عليكم. كيفك اليمين؟ الله يسلمك. ناس الزوزاي. السلام عليكم. حبابي ازيك يا عمي؟ حبابي كيفك؟ الحمد لله. ما بقيت طيب؟ الحمد لله. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الا سالم ليه حسي ما جاء بالو؟ انا كلمته وقال بيجي الليله. السلام عليكم ورحمه الله. حبابك. وعليكم السلام ورحمه الله. حباب سالم. عمي العبيد كيف حالك؟ سلامتك. الله يسلمك. دل على السلام. الله يسلمك. سبحان الله هسه كنا في سيرتك. كيف حالك يا الله؟ الحمد لله بارك الله في اليمين ولديه كما ما هو كان جيت الاسبيتاليا. كيف حالك يا سالم؟ احنا بنت العرب كيف حالك؟ ما بتزال من بدايه. والله يا بنت العرب المشغوليه والجري لي زمن عندي صداع ما داري فكني. ولك ما جيت الاسبيتاليا ترى جنب تكلين هسه لله عمي ما قالوا نزل عندكم فكي في الزوزايه بداوا بالعلاج.
نجلد 80 جلدة حتى ندفن تاني. يا ناس هاي، يا أهل البلد، يا أبو مروة، شيخ الطاقي يا شيخ السيوم والرباس اللي مين يبرى منه بيقوله. يا ناس هاي اللي مين حافظ القرآن أبسر يترى صعبين الجبلات. يا ناس هاي، يا أبو مروة، يا أخوة، يا ناس هاي، يا أهل البلد، شغب باقي يا شغب سيوم الرباد. إن شاء الله أمنا ألا مين إبرا منه ميقاله. تعالي أمنا، ما صدقوه. أمنا تعالي شيطان، تعالي أمنا، أمنا ما صدقوه. أمنا جيدي يا أهل البلد هاي، أمنا تعالي يا أبو مروة، شغب باقي يا شغب سيوم الرباد. ألا مين إبرا منه ميقاله. البدور الدرب العديل يمشي وما يسوي الشيء، ما يسوي الشيء، خلي الخلوق تحكيه. ابوي 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 ابوي، البشارة سالم اخوي جا. انت جنيت سالم بيجيبه شنو حسه؟ الله يتنيه ابوي، كان سالم اخوي ما جامل من الخرطوم. والله اها، كان بالصح سالم جا الا اديك بخمسة. السلام عليكم. منو؟ ازيك يا سالم؟ كيف حالك؟ ولدي كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الحال؟ الله يخليك. شديد. كيف صحتك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله كويس. الحمد لله. وقت اخوك كلمني ما صدقته. نحن ما في عوج. ما في عوج يا ابوي. طيب طيب. طيب الحمد لله. كيف صحتك؟ طولت مننا بالحيل. الله يخليك. ادخل استريح. خلاص يا شيخنا. العبيد وافق على إقامة الحد على جسم ولد. الحمد لله ربنا هداه. والله أنا كذا ضميري والله ارتاح. ما المسألة دي كان لازم تتم، وطالما الأب وافق ورضيان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء والشر منكم ومن البلد كلها. آمين. أنت عارف وقت قلت إجازتك أسبوع عوجة ما في، يوم الاثنين تمشي لشيخ الطاقية يعالجك من وجع الراس اللي قلت تغلب الحكم ده. حس عن اشرب الشاي ده ونمشي لخالك العبيد ضد الطاهر تعزيه في المصيبة اللي حصلت عليه دي، تشيل الفاتحة في اليمين وبالمرة شوف خالتك كاملة حالتها بقت صعبة خلاص، الناس بقت ما بتعرفها. إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. بتشكي من شنو؟
من صداع شديد. اسمك منو؟ سالم ود علي ود عبد اللطيف. بالراحة يا سالم عشان ما تزعج الشيخ جوا. قلت لي بتشكي من صداع شديد؟ ايوه نعم. وما مشيت الحكمة في الخرطوم ليه؟ مشيت وعملت صورة أشعة ودوني دواء ودوني حبوب كملتهم كلهم بلا فايدة. والحكيم اللي مشيت له اسمه منو؟ اسمه معتصم عبد الشافي. قوم ادخل على الشيخ وما تفتح خشمك بكلمة وعارف كل شي. قوم قوم ادخل ساري حبيب. سالم علي عبد اللطيف اقعد. وجع راسك المغلب اقدع عين صابتك مني انت صغير في المدرسة وغلب الحكمة كلهم لكن بنداويك. معتصم عبد الشافي ذاته غلبه. بس شفت البخرات ديل؟ اها بخر الصباح بخر المساء تبقى كويس ان شاء الله. أنا باكر من الصباح راجع الخرطوم يا أبوي. ليش؟ أنت ما قلت إجازتك أسبوع؟ بمشي وبيجي صاد بيدربي ماشي أجيب طه صاحبي. باقي متحسس شوية والدكاترة غلبوا معاه حيلة داير وقابل الشيخ أبو طاقية الخميس الجاي. يعني شيخ أبو طاقية نفعه؟ هي نفعني بالحيل. ده راجل مبروك خلاص يا أبوي. سبحان الله التقول ما تحسه. القرآن الحافظه حفظه ما بطاقية. وشيخ بطاقية لو ما عارف انه من القكدي ما كان قال مرقوع عشان نقيم عليه الحد. يعني انت قال الشيخنا بطاقية يدير قوم الحد على نيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنفازا لشرع الله وحكمه نوجه بإقامة حد الزنا 80 جلدة على الخاطئ اللمين ود العبيد ود الطاهر. عسى الله أن يغفر ذنبه ويقبل منه تطهيرا لبدنه وتكفيرا لذنبه ويصلح حال أسرته وحال بلدته. وحد الزنا 80 جلدة؟ حد الزنا 100 جلدة. لكن هو عارف حاجة؟ محمد ود السرة أمرناك بتنفيذ الحد على الخاطئ اللمين ود العبيد. الله ولا أي حركة. أهو ده شيخ أبو طاقية وده أبو ريش وداك احمد النور يا جناب. ارفعهم كلهم ارفعهم في العربية. محكمة بسم الله الرحمن الرحيم. تحري. في يوم الخميس 23/12 اخترنا كل من سالم علي عبد اللطيف وطاها ود إبراهيم الموظفون بقسمة الإغراب ببوسطة الخرطوم بحري أن الشيخ إدريس أبو طاغية وآخرون هم الشيخ أبو الريش وأحمد النور يقومون بأعمال الدجل والشعوذة وخداع أهل القرية البسطاء باسم الدين، وأن هنالك جريمة قتل حدثت في قرية الزوزاية حيث قتل الأمين العبيد الطاهر بواسطة مجهول وتم دفنه دون علم السلطات المختصة، وأن الشيخ أبو طاغية سيقوم يوم الجمعة بعد الصلاة بنفس الجثة مرة أخرى وإقامة الحد عليها
وعلى ضوء هذا البلاغ قامت قوة من شرطة المدينة وتحركت نحو القرية. يا اخوان منقوم ان شاء الله نعاين بالشباك ساعة هاي نشوف الحاصل شنو. هذولها تقوم تمشي وين وتشوف شنو. علي اليمين شيخ الطاقية ما سخت لكم قاضيكم ده تشوف ساكت. هيا تلقى ابراهيل ونسمع في كلام ساكت وفجأة جب محل ما غت اسماعيل امه فيه. كالله بعين لهم بالطوالة ساكت نلحقنا يا الطاقية اخرته نشوفه كيفين وبعد ذاك يوريهم كرامات كده كده. الله يستر عليك يا سالم يا ولدي. وكيف عرفت يا سالم ان الرجل ده مستعجل؟ انا اصله يا مولانا شغال في التلغراف وكان عندي وجع راس مستمر فمشيت للشيخ ابو طاقيه عشان القى علاج. في الاول قابلت الشيخ ابو الرشدة فقام سالني من اسمي ومرضي والبي واللي علي كله. قمت بعد ذاك مشيت جبت زميلي طه هو شغال معي في البسطة شهدته على الحاصل ومشينا فتحنا بلاغ في البوليس. ايه رايك في الكلام ده يا شيخ الطاقية؟ يا مولانا ده واد صغير ما بيعرف اي حاجة عن اسرارنا. ايه جاب التلغراف مع كلام اخو الباطن؟ انت اصلك من وين يا شيخ الطاقية؟ يا مولانا انا ما عندي محل واحد. درست العلم في سنار ولفيت القرى والحلال عشان نفيد الناس بعلمنا. ما عندك اسم ثاني غير الشيخ الطاقية؟ ابدا يا مولانا. وما تحكمت قبل كده في اي قضية؟ استغفر الله نحن ما لنا غرض بالمحاكم يا مولانا. سيدي اديان متاو طاقية كده شوف الصورة دي دحين بتعرف صاحبها؟ هذه صورتي يا مولانا لكن دي كانت زمان يعني قبل ما ادرس العلم ده. لكن سيد الصوره دي اسمه عبد الوهاب سعيد وكان شغال في البوسطة وقام هو وزميله الطيب باب الله الواقف جنبك ده بتزوير حواله وتحاكموا فيها بثلاث سنوات سجن. الكلام ده كان قبل 4 سنوات. حصل ولا ما حصل يا طيب؟ حصل يا مولانا. الفكتر اللي بيبنى أملة انت رجعتي الحمد لله لك بالسلامة بالتعب ما تبكي يا أملة. أنا ما قلت لك ربنا كريم وقادر تراه الليلة أنصف ولدنا وبر ساحته وباكر يخلص لنا حقنا كله. ما تبكي يا أبنا ما تبكي وهاكي اشربي الموية اشربي يا أبنا. وانت حبي احمدك واشكرك يا ربي ما تكنت غير روحي ماشي اسمعك تناغميني تاني. احمدك واشكرك يا ربي لكن الله سالم شديد سيد ده كيف هنا ودى السرة انت دائما قال ايش شغله وين اهلا بالعمدة مرحبا مرحبا شيخ الحلة مرحبا يا دايم. والله يا سالم ترك ما سايل نحن ساكت شايلين حسك وكنا ماشيين نوقف حالك. ما أصله يا جماعة بالعقل كده المسألة دي ما بتبقى يعني كيفين أبو طاقية يعرف اسمي
واسم ابوي ومرضي والبي والعلي من غير ما افتح خشمي. لازم المساله دي يكون فيها سر. انت تقعد قدامه بالريش وتدي المعلومات الدائره كلها. يقوم بالريش يرسل المعلومات للبطاقيه اللي قاعد جوا. بالعصايه؟ بالعصايه، العصايه كانت زيها وزي التلغراف واحد. الله يفتح عليك يا سالم وادع لي، انغصنا من شر كبير. والله يا ناس ساكت تلومنا مع شيخ عبد الرحمن. انا بالذات ايت الله يغفر، الله يغفر لي. يا حليل يا حليل، انت وين يا شيخ عبد الرحمن؟ وين يا شيخ عبد الرحمن؟ خلاص يا العبيد اخوي، حكمت رايك. انا ثاني الحله دي ما علي فيها قعاد، يعني المعنى ما اقدر تسامحنا. تب المسامح رب العالمين، وانا والله قلبي من سالاكم ما فيه حبه ولا قدر كريم. سامح مالك ما طايق القعاد معانا؟ انا ماشي اقدر شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن ده كلنا بهمنا امره. اها كان بهمكم امره وراح افزعوا بوراه. سامح انا ماشي اقول طرف بنفسي يا زول، انا حماري جاهز جاي وراك. نناديك يا صباح النور وننده ليك، نفتش في الفيافي عليك وننده ليك، نفتش في الفيافي عليك. كان عيني تلقى أثر